السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل مع بعض النهاردة 60 لتر بريل بالجلسرين عالي الجودة. معانا 70 جرام إديتا، نقلب كويس. هنسيب الإيديت 10 دقايق تتفاعل مع المية. معانا 70 جرام ملح ليمون، معانا 125 جرام تايلوز، هننزل بيه واحدة واحدة مع التقليب. معايا دلوقتي 100 جرام صودا او حتى التعادل. ومعانا 3 كيلو سلفونيك، هننزل بيهم مع التقليب. هنسيب الخليط يرتاح شوية ونرجع نقيس البي اتش، ورجعنا لكم تاني علشان نقيس البي اتش مع بعض.
هو كده حوالي 5:30 6. هننزل بشوية صودا صغيرين طبعا، مخففينهم بشوية مية. طبعا لازم نقيس بعيد عن الرغاوي. يا دلوقتي الورقة نفس اللون، لونها ما تغيرش. هو احنا ممكن نشتغل بيه كده عادي، بس احنا عاوزين نخليه على 7 بالظبط. هننزل بشوية صودا كمان صغيرين خالص. كده احنا وصلنا ل7. كده بقى ننزل بالتكسبون، ومعانا 2 كيلو تكسبون مدوبينهم قبل كده، ننزل بيهم واحدة واحدة. خد من ورا. معانا 1/2 كيلو بيبي فور هننزل بيه. ومعانا 250 جرام جلسرين. ومعانا دلوقتي 750 جرام ملح مغنيسيوم. زي ما انتم شايفين لزوجة وشفافية، لسه هتظهر اكتر من كده لما الخليط ترتاح والرغوة اللي فيه دي تطلع، الشفافية هتبان اكتر من كده. ننزل باللون، ننزل بشوية ازرق. مع اصفر
نقلب. معانا 100 جرام مادة حافظة فورمالين، ننزل بيه نقلب كويس، وتاني يوم إن شاء الله نحط الريحة بقى. كما يسعدنا اشتراككم في قناتنا وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد.